نعم مشاهدينا متابعي قناة ترتيفي، كما كتابعوا معنا أجواء حماسية وإثارة وتشويق هنا بمباراة القضيم والصاد المغربي. أجواء ولا الأروع هنا داخل المدرجات ملعب الشرفي. مشاهدينا متابعي قناة ترتيفي دائما وعلى المباشر. زالت النتيجة 0-0، هي النتيجة المرسومة لحد الساعة. مشاهدينا متابعي قناة التيفي والجماهير لا زالت تشجع مستمرة وبتشجيعات متواصلة، وكما كتوصلكم الأصداء هنا من الملعب الشرفي. 0-0 هي النتيجة المسجلة لحد الساعة في مباراة القضيم وفريق الصاد المغربي. مرور أكثر من 30 دقيقة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، 37-0 كما قال الزميل مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. لازالت محاولات هنا وهناك، مستوى المباراة غنقولوا تكتيكي أكثر من أنه يعني كل مدرب واخد الحيطة والحذر ديالو. بعد مرور اكثر من 37 دقيقه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما زالت الجماهير القضيميه تشجع وكل الفصائل الحاضره هنا تشجع فريق القضيم من اجل الثلاث نقاط في هذه المباراه اللي غادي تنعش طبعا سلم ترتيب فريق القضيم، وسوف تؤكد على النتائج المحققه كذلك الان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. قبل سفرية نتيجة المسجلة لحد الساعة وتشجيعات متواصلة. محاولة لفريق القضيم في هذه الأثناء مشاهدينا متابعي قناة التوفيق على مرمى الصاد المغربي، لا زالت مستمرة. اللاعب رقم 18 يحاول تسديدة واخر، نعم بعيدة تسديدة من خارج مربع العمليات بعيدة على مرمى فريق الصاد المغربي، وتتحول لركنية لصالح القضيم. ركنية
الثانيه لصالح الكوديم مشاهدينا متابعي قناه تي في في حدود دقيقه. حدود الدقيقة 41 مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي تنفذ هذه الركنية كيدخل عصام الراقي لإبعادها وتتحول لهجمة مرتدة لصالح فريق الصقاد المغربي يقودها ولكن تدخلت دفاعات المكناسية تحول دون ذلك. نعم وتعود الكرة لفريق الكوديم. نعم مشاهدينا متابعي قناه تيفي الدفاع تدخل الدفاع تدخل ناجح بعد هذه الهجمه المرتده لفريق الصقاد المغربي. الصقاد المغربي اللي نازل بعدد من اللاعبين من بينهم عصام الراقي المخضرم وكذلك يوسف القديوي وعدد من اللاعبين. لا زالت هجمة مستمرة لفريق الصقاد المغربي الآن وضغط جماهيري رهيب. الدفاع المكناسي نعم يتمكن من إخراج الكرة. الدفاعات المكناسية كتحاول من إخراج الكرة وتتحول إلى هجمة مرتدة سريعة لكن يقظت لاعبي الدفاع كانت بالمرصاد لهذه الكرة وكتحول لفريق الصقاد المغربي. نعم جماهير مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في جماهير لم تتوقف طيلة الدقائق المباراة طيلة دقائق الشوط الأول. الآن احنا في الدقيقة 42 تقريبا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. عيساوي نعم صراحة المشاهدين متابعي قناة شوف تي في بالرغم من لويكلو والتوقفات والقرارات المنع اللي صدرات حق الجماهير المكناسية لكن الجمهور المكناسي كيبقى جمهور له العلامة الكاملة فالحضور يعني كل جنبات الملعب ممتلئة من خطرها. خطأ بالقرب من الحكم قريب. من العملية وكيعطي بطاقة صفراء للاعب من الصقاد المغربي رقم اللي كان يعني في التدخل احتكاك قوي مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. زهير سيمو لمن 5-0 اخويا في هذه الأثناء يعلن الحكم عن دقيقة كوقت بدل ضائع لأن المباراة لم تتوقف طيلة 45 دقيقة. لقاء قوي مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في لقاء القمة بالنسبة للقسم الثاني احترافي للبطولة الوطنية إنوي 2023-2024 برسم الدورة 13 مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في واللي كيحتل فيها فريق الصقاد المغربي الرتبة الأولى ب 23 بما مجموعه 23 نقطة وفريق الكوديم ب 21 نقطة في المرتبة الثانية ثم فريق الدفاع الحسني الجديدي وكذلك فريق الكوكب المراكشي في المرتبة الرابعة. Thank you.
نهاية الشوط الأول مشاهدينا متابعي قناة الفضائية بصفر مقابل صفر. نهاية الشوط الأول صفر مقابل صفر لصالح فريق نتيجة البياض هي سيدة الموقف في هذه الأثناء مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في دائما وعلى المباشر. نعم صفر مقابل صفر هي نتيجة التي انتهى بها الشوط الأول مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في في انتظار الجولة الثانية وما ستسفر عليه. لقاء قوي يحكم يعني غالب طابع التكتيكي بشكل كبير، فكنتمنى واحد موفق لكلا الفريقين وكذلك إمتاع هذه الجماهير التي متشوقة لتحقيق نتيجة الفوز وثلاث نقاط هنا داخل الميادين هنا بالعاصمة الإسماعيلية. ثلاث نقاط مهمة لفريق القضيم وستجعله متصدر الترتيب، وهذا الهدف ديال وكذلك المطلب الجماهيري الآن وكذلك الجماهير المكناسية التي تطالب بالبروميان سيري. كل الفئات مشاهدينا القضيمية حاضرة لا من ذوي الهمم أو ذوي احتياجات الخاصة. تحية البرجاوة أخويا رشيد وبرج مولاي عمر، تحية المغرب كامل طبعا، تحية المكانسة كاملين اللي حاضرين معنا مشاهدينا متابعين. شنو أخويا رشيد بلاش شنو بان لك في هذا الماتش هذا؟ أو شنقول شنو تفرجتي في الشوط الأول كيف؟ الشوط الأول مزيان، الكرة دايرة، نتمناو من الله إن شاء الله يضربوا شي بيت باش نكونوا حنا الفائزين. غير الماتش شوية الماتش زوين زوين زوين، كاينه كره، كاينه الخرجه، كاين المتعه، كاين الجمهور، كاين التيفوات، كاين الجميع ما طلبوا. هذا هو الجمهور المكناسي، الجمهور على السراء والضراء صراحه الحضاره. حنا احنا بالكرسي المتحرك من الحين وترحيل مع فريق النادي المكناسي. وشكرا لهذا الجمهور الكريم، شكرا للفريق، وشكرا للسيد الرئيس، والتحيه. شكرا لك، تحياتي لك. نعم مشاهدينا معنا كذلك كنسقيو الاراء ديال الجماهير المكناسيه الحاضره هنا مشاهدينا، وكما سمعنا فلقاء كان قوي، لقاء كان يعني غلب طابع تكتيكي بشكل كبير. كنتمنى واحد موفق للفريق في الجوله الثانيه. غنجي عند بلاتي ياسين، ما تاكلش دابا بلاتي، باقي ما تغديتيش، اصبر معنا. شوف قضيم هذه ما عندك ما دير. كي جاك اخويا الشوط الاول؟ الحمد لله اخويا منير، كما كنقول لكم الكره ماشي صغير، نديروا الثقه في هاد الناس ونعاونوهم قالوا راه الفرقه الحمد لله راه مزيانه. شنو تقول على الجمهور اليوم؟ جمهور كبير كما ولدنا راه في الواد، ما كيكسرناش الرياضه راه غاليه. هذا واجب، ان شاء الله. تحياتي لك. نعم مشاهدينا كما قلنا فكل كل كل الفئات العمريه حاضره، كبار وصغار، شياب وشباب، ها هو جاي بولدو وجاي يحب الكوديم، ما فيش نقاش، ما فيه لا كبير لا صغير. نعم سيدي كي جاك الشوط الاول؟ استمتعت وانت بارك في الدروج، ما لقيتيش البلاصه وجيتي للدروج جالس؟ ها انا محب الكوديم، خصني نقرب التيران مكناسي ديما كوديم. تحياتي لك. كاين الرباح ان شاء الله؟ الحمد لله ان شاء الله. كاين 3 بوان؟ الحمد لله في الروم تتفرح الحمد لله. وجايب لي الولد تا هو يشوف. هذا الجمهور ما يخيبهمش الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله كما قال هذا الجمهور ما يخيبوش الله. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، حنا مازالين معاكم كنسقيو الاراء ديال الجماهير المكناسيه. خويا كي جاك الشوط الاول؟ الشوط الاول زوين، اللاعبين مشاو مزيان. تكون نتيجه لصالح النادي المكناسي. لصالح النادي المكناسي بقات 45 دقيقة. نتمنى نخسر من الأول إن شاء الله. بروميان سيري، هذا هو الطلب. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، أزيد عندي زيد 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 عندي زيد، ولا أنا نجي عندكم بلاتش. نعم مشاهدينا حنا بالمدرجات كناخذوا الأجواء مع الجماهير المكناسية. خويا كي جاك الشوط الأول أخويا؟ واقف ما بغيتيش تجلس؟ لا الحمد لله ضروري راه على الأعصاب. شوية نعم. وشنو شبان لك في النتيجة؟ قضيمية تبقى هنا؟ تبقى هنا تبارك الله عليك، حد موفق خويا. خسارة الشوط الأول خسارة الزيرو، شفنا الحمد لله ونتمنى الشوط الثاني إن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة، وهذا الجمهور الكبير اللي ديما حاضر ونموتوا على ود الطلوب، وهذا وديما قدام وديما ريدمان وتنعرفوا غير ريدمان. تحياتي وتبارك الله عليك، وتحية الفصيل ريدمان على الشيعات ديالو وعلى الدعم ديالو. الشيباني
كيدير كيدير مازال الدرجة كيجاك الماتش كيجاك الماتش زوين والله الله يلزمك كاينه كره كاينه كره والله الا كاين نجري عليا نجري عليك هاجم عليا نهاجم عليك اذا بعدا نتفرجوا بعدا استمتعتوا ولكن 3 بوين شوف هنا تبقى هنا تبقى صافي شوف نتفرجوا في كره ولكن 3 بوين تبقى هنا تبارك الله العجيب الاثنين سي عماد اخويا عماد انا معاك عماد اجي عماد اجي اجي كيفاش عماد كيفاش الصوره انا جاي ما تنبغيش الصوره لا ما نهضرش عندي مشكل مرحبا مرحبا نعم خويا حمزه تحياتي محب فريق القديم وتحيه لكاع القديمين كبارا وصغارا اللي كاين اللي كيخلي خدمته كيجي اخويا راه القديم هذا ها المدينه هذه يعني حنايا ديما مع انا في كل كسوال المرتبه فاش تكون ولا الدوري فاش هي ولا الخما واش بريمير سيري ولا دوزيام سيري شفنا هذا الشيء خويا فاش كانت في الهوات والجمهور بقى معها قلبا وقالبا اليوم عندنا ماتش كبير مع الفريق اللي قال في الرياضه ديال الترتيب جوج نقاط الفرق يعني كنتمناو الكود ان شاء الله اليوم جبت هذا النقاط باش ان شاء الله تكون تقوي الحضور باش ان شاء الله نكونوا ان شاء الله حنا في 21 نقطه في الدوره 13 ماشي مؤشر زويون مؤشر زوين ان شاء الله لانه هذا العام هذا كاين تغيير وان شاء الله هذا العام بلاصنا في بريمير سيري ان شاء الله بحول الله وفرحه المدينه لا نقاش فيها بريمير سيري اللهم يسر بغينا الكوديم نشوفوها في بلاصتها الحقيقيه وتنافس لينا الراجا والوداد والجيش والفتح خاصهم يجيو يدخلوا عندنا هنا تحياتي ليك خويا وتحيه للجماهير الكوديميه العاشقه والمحبه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في الشباب الشريف ديالنا نعم خويا شكون باغي يقول شي كلمه الكوديم 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 اصاحبي الكوديم تحياتي نعم ديما كنت شوف راه جاي من فرنسا باش يتفرج في ياك اخويا دابا شكون اللي جاي من فرنسا دابا هو انا راه صافي 3 عام ما جيتش المغرب 3 عام 3 عام بارك الله وديما كوديم وديما ريدمان تحياتي لي بروميان سيري كي جات كد واحد شوف تكلم 21 نقطة في الدورة 13 مزيان؟ صافي مزيانة بعدا صافي مع الأوائل وإن شاء الله الأولين إن شاء الله العام الجاي نديو البطولة البريمير ان شاء الله هذا حق ديال الدوسي جمار لدبي تحياتي عمو جيب وحدك اخويا جيب وحدك معنا الاب كذلك والابن ديالو العام جايب الوليد وجاي ديما 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 كوديم تحياتي تبارك الله عليكم خويا نعم مشاهدينا اجواء ولا الاروع هنا ما بين الشوطين الشوط الاول انتهى بنتيجه البياض 0-0 فالجماهير المكناسيه تنتظر نتيجة الفوز ولا شيء غير الفوز طبعا لتقوية الحظوظ وكذلك من أجل الترتيب مشاهدينا وتصدر الترتيب القسم الوطني الأول فحد موفق وكذلك هناك مطالب جماهيرية للجماهير الكوديم تطالب بالقسم الأول ولا شيء غير القسم الأول فكما قلنا جماهير الكوديم متنوعة رجال نساء شباب شياب فتيات كل أبناء العاصمة الإسماعيلية قاسمهم المشترك وحب فريق الكوديم شكرا لكم كان معكم مراسل القناة منير المعطاوي أعود وألقاكم مع بداية الشوط الثاني إلى اللقاء